بعد عطاء دام لأكثر من 5 عقود، خسر عالم الأزياء المصمم الألماني والمدير الفني لدار شانيل كارل لاغرفيلد الذي توفي عن 85 عاماً بحسب ما أعلنت دار أزياء شانيل. وظل لاغرفيلد أيقونة في عالم الأزياء على مدى أكثر من نصف قرن، واشتهر بارتداء الثياب الداكنة، وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف على شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية السوداء. كما اشتهر لاغرفيلد بعمله مع شانيل، لكنه كان يقدم مجموعات لدار أزياء فندي التابع لشركة لوي فيتون مويت إن إس سي وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه. وقال برنار أرنو رئيس مجموعة لوي فيتون إن لاغرفيلد جعل باريس عاصمة الموضة في العالم. أضاف: برحيل لاغرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم، وجعل فينتي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا. لقد فقدت الموضة والثقافة مصدرا عظيما للإلهام. وكانت أبرز العارضات العالميات صديقات لاغرفيلد، ومن أبرزهن نعومي كامبل وجيري هول وكلود شفر وغيرهن. لاغرفيلد توفي صباح الثلاثاء بعد نقله إلى مستشفى في منطقة نويي سورسان ليل الاثنين، وغرد العالم حزنا عليه.